اخواننا حاليا احنا اليوم بدنا نكمل شغلنا على موضوع الجنتر. احنا اجينا يوم السبت حطينا الملكة داخل الجهاز، يوم الاحد اجينا لقينا الملكة واضعة بيض في الجهاز، شلنا الغطاء. الان الاثنين، اليوم الثلاثاء، لسه ما فقس البيض، بس بدنا نتأكد قبل ما نقوم بعملية تجهيز خلية يتيمة لنقل اليرقات غدا الاربعاء، بدنا نتأكد انه ما زال البيض موجود داخل الجهاز والامور تمام. هذا الموضوع بيعتمد على قديش في كثافة نحل، احنا قديش ضغطنا الخلية وقديش غذيناها بشكل جيد حتى النحل يظل حاضن البيض وما في مشكلة. في مرات النحالين بيحطوا الجهاز بتبيض الملكة، بيطلع الملكة بس ما في كثافة نحل يغطي، بيرجع النحل بيشيل البيض وبتخلص منه. هاي واحد من المشاكل، لذلك لازم تكون خلية مضغوطة، واللي سويناه احنا المرة الماضية احنا ضغطنا الخلية حتى نضمن انه الملكة والنحل يظل حاضن البيض وما في مشكلة. الان بدنا نشوف هل ما زال البيض موجود، الأمور تمام، مشان نبدأ بعملية تجهيز خلية يتيمة لنقل اليرقات غدا الأربعاء. لاحظ الآن كيف كثافة النحل على الإطارات. نقمنا بوضع هاي البوليسترينات، شلنا برواز وحطينا بوليسترين مشان نضغط النحل على قد ما نقدر. وهاي الجهاز الجنتر الآن ضمن القراءات الأولى اللي أنا شايفها، يعني المفروض أنه تكون الخلية والنحل حافظ على البيض وما في مشكلة. لكن قبل ما نيتم الخلية نتأكد أفضل. البيض ما زال موجود، إذا بنقدر نعمل زوم ركز على العيون السوداء راح نلاحظ أنه في قاع العين موجود البيض، والبيض بدأ يعني هيك الميلان قليلا، فمعناته متوقع غدا أنه يبدأ فعلا فقس البيض وتحوله إلى يرقات. الملكة حتى بايضة باقي البرواز، معناته خلص الخلية فيها ضغط كافي لقيام الملكة بوضع البيض بشكل تمام. هذا البرواز كان فيه شوية مشاكل عث، هاي النحل نظفه وبناه، طبعا بناه عيون ذكرية ما بهمني أنا، بس أهم شيء إنه الجهاز والبيض موجود. خلص الآن راح نبدأ بعملية التيتيم المرحلة القادمة. طيب الآن بدنا نقوم بعملية تجهيز خلية ميتمة مرة أخرى. هذا العمل بنقوم فيه قبل بيوم من نقل اليرقات، يعني بتوقع بكرة بدنا ننقل اليرقات، اليوم بقوم بعملية التيتيم. نيجي على خلية، لاحظوا إنه هاي الخلية فيها كثافة نحل جيدة ولسه هاي ما بنعتبرها كافية، راح نجيب لها كمان نحل من خلايا أخرى، راح نحاول نشيل منها كمان بروازين ونجيب لها كمان نحل ونحط بوليسترين نضغط الخلية حتى نضمن إنه هاي الخلية يصير فيها كثافة نحل كافية. اليوم فقط راح نشيل الملكة فقط، بكرة بنرجع بنكمل العملية. بكرة قبل نقل اليرقات بنقوم بإزالة كل إطارات الحضنة المفتوحة، ربما الإبقاء فقط على إطار واحد من الحضنة المغلقة فقط، والإبقاء فقط على براويز العسل وحبوب اللقاح. فإحنا الآن بس فقط في طور البحث عن الملكة ونشيلها من الخلية. طبعا الخلية كويسة فالملكة مش سيئة، فإحنا راح نقفصها ونحتاجها في أشياء أخرى ربما، هذا أساس بانيته ممكن تكون الملكة عليه، بتسهل علينا العملية البحث عنها بعدها، مش جاية على الأساس. هذا تم وضعه مبارح. طيب هذا كله يرقات مفتوحة، هذا على الأغلب راح نشيله بكرة، ما بنقدر نخلي هاي اليرقات المفتوحة وأنا ناوي أزرع فيها يرقات، حتى يكون تركيز النحل فقط على اليرقات اللي أنا بدي أنقلهم إله. بدنا نشيل كل اليرقات المفتوحة. ايش بسيطة، ايش
بسيط. نعم نعم، تحت تحت على البرواز، على الخلايا، مش على البرواز. نبحث عن الملكة. هذا إطار حضن الصلاة على النبي. أصعب شيء في الموضوع هو البحث عن الملكة. وهاي الخلية كمان لازم نقوم بتغذيتها بشكل كثيف اليوم قبل 24 ساعة مشان يكون النحل يعني متغذي صح. مجرد ما نحط له اليرقات يبدأ بإطعام اليرقات بشكل مباشر. حضن مغلقة، ممكن نتركه بكرة مع الخلية إلا إذا كان الوجه الآخر بيحتوي على في بيض. هاي الملكة. الملكة بيتم الإمساك فيها من منطقة الصدر فقط، ما تمسكها من البطن إطلاقا، لأن هاي الملكة كما أسلفت ملكة جيدة، فإحنا ما راح نتخلص منها بالمرة، راح نحاول الاستفادة منها لخلية أخرى. ملكتها ضعيفة، مذكرة، إشي، أي شيء. الآن هاي وضعناها هون بالقفص، سنقوم بإضافة بعض العاملات أيضا. هاي عامل تفقس. هاي نحلة حديثة الفقس. دائما كل ما نحط مع الملكة نحل حديث الفقس بيكون أفضل من أجل ضمان تغذية الملكة بشكل جيد. بالمقابل كل ما زودنا نحل عند الملكة في القفص هذا يكون أفضل. وهاي العاملة فقست، ومن الفقس مباشرة على الشغل. حطينا عدد كبير صحيح، بس هذا ضروري للحفاظ على الملكة بشكل جيد. خلص هاي الخلية الآن باعتبار أصبحت يتيمة، بنتركها 24 ساعة حتى بعد ظهر الغد بتكون اليرقات فكست. بنيجي بنشيل الإطارات الحضن المفتوحة كاملة، بنخلي فقط براويز عسل، فقط براويز عسل وحبوب اللقاح. وإذا كان برواز واحد فقط حضنة مختومة بيكون لا بأس، ما عدا ذلك بنزيل كل الإطارات الأخرى. والآن كمان بدنا نجيب خلية أخرى، في خلية أخرى عندنا كمان كانت يتيم من مبارح، راح نجيبها برضو كمان ونحط كل النحل في هاي المنطقة لضمان
زيادة الكثافة داخل الخلية. بدي نجيب لها غذائي كمان سطحية. نجيب لها غذائي بولسترين. الآن هاي خلية أخرى ما فيها ملكة. فبدنا نستفيد من النحل اللي فيها أيضا. طبعا هذا الحكي مش بالضرورة تكون خلية ما فيها ملكة. ممكن أجع خلية فيها ملكة وأشيل الملكة على جنب. أكون متأكد أن الملكة مش موجودة. وأخذ إطارات الحضنة والنحل الحاضن وأكته في الخلية. الآن سنقوم بكل براويز النحل اللي هون. راح نكتهم على مدخل الخلية هاي اللي احنا بدنا نزرع فيها. على المدخل. ليش على المدخل؟ النحل الحاضن بدخل على الخلية وهذا اللي بدنا اياه. النحل السارح ما راح يدخل، راح يطير ويرجع وين؟ على خليته الأصلية. هاي الخلية بدنا نخلي فيها فقط إطارين، والملكة هذيك اللي جبناها من هناك بدنا نحطها بس فقط بين إطارين. النحل السارح والمتبقي بالخلية راح يرجع، بينما باقي الإطارات لازم نشيلهم. خلاص هسه نشيل كل هاي الإطارات، نخلي بس بروازين وشوية النحل عليهم، برجع عليهم الملكة ونتركها. خلاص احنا الملكة هاي مش طالعين عنها، لو انها سيئة نفعص رقبتها ونقولها مع السلامة. هاي الخلية الآن لاحظوا كيف كمية النحل اللي على بابها. الآن معظم النحل هذا راح يبدأ بالعودة إلى الخلية داخل، لأنه نحل حاضن. النحل السارح ممكن يرجع هون، وبتزيد كثافة النحل في الخلية هذيك بشكل كبير جدا. الآن راح نضيف لها كمان تغذية بالمرتبانات بالأمام لزيادة تغذية الخلية، وتكون جاهزة مشبعة بالغذاء لإطعام اليرقات اللي بدنا نقولها غدا. هات لي